أنا مش عارفة إذا عم بسمعونا ولا لا، إحنا لأنه مش سامعين صوت. صحيح. أوكي. مرحبا للجميع، يعطيك العافية على يعطيك العافية مصطفى ولكل الحضور وربيع. معكم جمانة حكيم، أنا بشتغل بمايكروسوفت في البحث والتطوير إلي ما يقارب 4 سنين ونصف كـ Diversity and Inclusion Community Manager. إحدى أكبر التحديات من لما بلشت الكورونا هو التكيف مع واقع جديد اللي فرض علينا قوانين حازمة جديدة، وأكبر تحدي أو خوف كان وما زال هو فقدان السيطرة على توقع الأحداث القادمة بما فيه من معنى، وهذا له تأثير مباشر على عمل وحياة كل شخص فينا. إدارة المجتمعات Community Manager أو المجموعات أو أي شبكة اجتماعية عم تأخذ حيز واسع في السنوات الأخيرة، والانتماء لمجموعة داعمة تسعى لتحقيق أهداف مشتركة بيزيد الترابط والثقة في النفس. وإدارة المجتمعات تعتمد بالأساس على التواصل وإنشاء حوار بين أشخاص، كما إحنا كتير تعودنا على لقاءات تشبيك اللي اليوم نفقدها واللي لحديت اليوم بفترة الكورونا ما لقيت إلى بديل من خلال شبكات التواصل أو الحلول التكنولوجية. ومن ناحية تانية، هاي الجائحة أرغمتنا على الخروج من الصندوق والتفكير بحلول وأفكار مبتكرة وجديدة. اليوم رح نكون في بانل مع أشخاص لهم باع واسع وخبرة بإدارة مجتمعات لشرائح متعددة، إن كانت داخل شركات الهايتك أو لجمهور هدف خارجي. خلونا نتعرف على المشاركين اللي معنا. معنا ريم أمارة من إنتل، تالا خازن مهندسة تعمل في مختبر العلم الأعصاب بجامعة حيفا، سامر أعمر زميلي في مايكروسوفت، حازم خطاب من كو إمباكت. بدي أتوجه للمشتركين معنا وأطلب إنه كل واحد يعرف عن حاله في دقيقة. نبدأ مع ريم، تفضل. مرحبا، كتير مبسوطة على تواجد اليوم معكم. أنا ريم أمارة من كفر كنا، مهندسة برامج بشركة إنتل مع خبرة 7 سنوات، عضو فعالي في AIC اللي هو منتدى عمال إنتل العرب، وكمان عضو فعالي في AWSC اللي هو Arab Women in Science and Engineering. اليوم أنا بمثل AIC اللي هو منتدى العمال العرب في إنتل. أهلا أهلا سامر. سامر انت عميوت. شكرا على الدعوة بالأول، كثير دائما بنبسط من هاي اللقاءات اللي هي مثري ومغني. سامر أعمر، صار لي حوالي 20 سنة في الهايتك، تنقلت هيك بين شركات، كنت في أمدوك فترة طويلة وفي مايكروسوفت حاليا، سينيور سوفتوير انجينير مع داتا ساينتست. شكرا سامر. تالا مرحبا للجميع، أول إشي باسمي وباسم جميع المتطوعات بـ AWSC بحب أشكركم على دعوتنا للمشاركة، وشكر خاص لحاسوب. أنا تالا خازن، طالبة دكتوراه بعلم الأعصاب جامعة حيفا، أو بنفع نقول بنهاية الدكتوراه تبعتي، عم بدور على شغل حاليا وباحثة بمختبر بروفيسور منى مارون اللي فيه أنا ببحث عن تأثير عوامل خارجية على دماغنا بفترة الطفولة، اللي خلال هاي الفترة في مناطق المسؤولة على الذاكرة والتعلم تبدأ بتتكون، ومتطوعة فعالة بمجموعة AWSC نساء عربيات مجال العلوم والهندسة من تقريبا 5 سنوات، ونائبة مديرة المنتدى لسنة 2020. شكرا تالا. حازم، يسعد مساكم وشكرا للدعوة، ودائما بنحب إنه نشارك في مؤتمر ونشاطات حاسوب. أنا بمثل اليوم كو إمباكت، مدير قطاع الهايتك بكو إمباكت، وكمان مدير منتدى YCC Young Co Impact Club، واليوم راح أحكي عن YCC، وكمان مؤسس ومدير منتدى القدس للهايتك Jerusalem High Tech Forum. شكراً حازم. أول إشي بدي أتوجه لتالا، وطبعاً هاي حلقة نقاش مفتوح، أي سؤال لأي شخص ممكن شخص تاني يعلق ما إحنا حابين نتناقش
ونتحاور. أولاً بدي أشكر بشكل شخصي منتدى أو فورم Arab Women in Science. مايكروسوفت بتشتغل بشراكة مع الفورم من أكثر من 3 سنين وقلنا مشروع مشترك تيكت فورورد اللي بيهدف لتدعيم وتطوير مهارات إدارية ومهارات لدى المشتركات المهندسات ومبرمجات. وطبعاً الفورم دور هام في تدعيم وتعزيز النساء العربيات في حقل العلوم والهندسة. وأحد الأسباب الرئيسية للاستمرارية بالعمل معكو هو مهنية الإدارة للفورم والعمل التطوعي اللي بميزكو بأرب ومن إنسايد والانتماء. حتى أنا بحس حالي كمان طبعاً منتمية للفورم بشكل كبير. نجحتوا ببناء كوميونيتي للنساء. تالا احكي لنا عن الرؤية، رؤية الفورم في صنع التغيير، وهل عندكم معطيات عن تأثير البرامج الفورم على جمهور الهدف؟ وحطينا عن مشاركتك وتجربتك الشخصية بجزء من إدارة الفورم، كجزء من إدارة الفورم. تفضل. شكرا جمانة. اولا الفورم اول شيء بلش احكي عن وين طلع وليش طلع. الفورم بلش بال2014 لما 7 صبايا بمجالات العلوم والهندسه بالتخنيون بلشوا يسالوا ليش فيش كتير عدد صبايا عرب بهاي المجالات، واذا بنطلع كمان على الألقاب متقدمه بنشوف العدد الأقل وأقل وأقل للصبايا العربيات. فبلش الفورم من حاجة لدعم وتشجيع صبايا يفوتوا على هالمواضيع علوم الهندسة اللي هي تعتبر مش تقليدية نوعا ما. واليوم بعد 6 سنين إحنا جمعية، هاي السنة تسجلنا كجمعية. مبروك. بارك فيك. إحنا جمعية نسائية تطوعية اللي بتشكل منصة وإطار للنساء العربيات الأكاديميات والمبادرات. هدفنا تشجيع على اختيار مجالات علوم الهندسة اللي إذا حكيت تعتبر مش تقليدية نوعا ما، وطبعا يتميزوا فيهن ويتقدموا فيهن. وكمان بنهدف على تعزيز تكافؤ الفرص للمرأة العربية ودعمها بمسيرتها المهنية بالأكاديمية أو بالصناعة. وبالإضافة لكل هاد هدفنا نكون شبكة تواصل كبيرة اللي بتضم العديد من الشخصيات النسائية اللي إحنا اليوم بكل فخر نقدر نقول أنهن قدوة للأجيال الصاعدة. فجمهور هدفنا بتقسم لثلاث شرائح. في عنا الطالبات والطلاب المرحلة الثانوية، لأنه دائما بفكرونا بس للنساء، إحنا كمان للطلاب وللطالبات آمن أنه الدعم والتغيير بيصير من الطرفين. طالبات وطلاب ألقاب أولى وعليا أو متقدمة مجالات العلوم والهندسة. في عنا نساءنا العاملات بهاي المجالات. أنا بالفورم زي ما حكيت تقريباً 5 سنين صار لي بالفورم، مش يعني الفورم جزء مني. إحنا مجتمع اللي عنده كتير عطاء وكتير منحب نساعد، بس بمجتمعنا شوي مرات بيكونش في عنا الأطر المناسبة نحس إنه بنقدر ننطي ونكون مين إحنا فيهن. فأنا بمشاركتي بAWSC بحس إنه عندي هاي المساحة إني أكون وأعطي شو أنا حابة أعطي، بالذات أنه إحنا تقريباً نتربى على الفردية. يعني كل شخص دائماً في عنا اهتمام وتركيز على الفرد نفسه، طموحاتنا دائماً بتتركز على الشخص نفسه ومكسوم عائلته، بس مش كتير بيكون في عنا هاي النظرة الخارجية على وين نحب نشوف مجتمعنا كمان 2 و2 و5 و10 سنين. وأنا بشوف أنه مسؤوليتنا كلياتنا بكل المجالات وبكل الأماكن إحنا موجودة إنه إحنا نكون في عنا مردود نوعاً ما على المجتمع والبيئة اللي إحنا موجودين فيها والجايين منها. فبAWSC عنا هاي اللي بنشتغل كوحدة واحدة، وعنا هاي الرؤية لوين إحنا بنطمح نشوف نسائنا ومجتمعنا لقدام، ومشتغل على هذا الأساس. فمشاركتي فيه في عندي بكون في أول شيء أنا باخذ هذا الاستكفاء وبنطي بنفس الوقت، فهو جزء كتير كبير بحياتي، يعني شيء كتير مهم. حلو، رائع رائع. إدارة وتطوير المجتمعات أو كوميونيتيز صارت حاجة مهمة وضرورية، مش بس فقط لوسيلة تواصل مع الشركات مع جمهور الهدف أو العملاء، وسيلة لتعزيز وتطوير في موضوعنا إحنا بنحكي عن الهايتك والمبادرات، إنما صرنا نشوف هنالك تكاتف وتطوير شبكات اجتماعية داخل الشركات لمجموعات متعددة ومختلفة. سامر أعمر،
إحدى الميزات الخاصة فيك سامر هي شغفك لتطوير وتدعيم مجتمعنا العربي. من معرفتي الشخصية إلك ومتابعتي لنشاطاتك الاجتماعية بعرف إنه واحد من الأسباب لانتقالك زي ما أنت ذكرت في بداية حديثك لانتقالك بعد سنين طويلة في أمدوكس لمايكروسوفت هو افتتاح مايكروسوفت في الناصري وأهمية تطوير المكتب وجذب أكبر عدد من المهندسين العرب للناصري. واليوم أنت من القائمين على مشروع مجموعة الموظفين العرب داخل مايكروسوفت. حدثنا عن الأهداف والمشاريع وهل حسب رأيك هل هناك في حاجة للانتماء لمجموعة داخل مكان العمل؟ شكرا جمانة على السؤال، شكرا على المقدمة عني. حتى نرجع شوي ريفيرس لورا، في ترند معين اللي هو اتجاه الدايفيرسيتي كل الشركات في كل العالم. يعني إذا كان طلع في استطلاع اللي نعمل لرؤساء تنفيذيين 1300 رئيس تنفيذي وسألوهم من ناحية التوب بريوريتيز تبعونهم، واحد منهم أو أول واحد كان اللي هو موضوع الدايفيرسيتي والإنكلوجن، حكي في 2017. فالإشي جديد، يعني في ترند معين صار ما يسمى ترند اللي هو كل موضوع الدايفيرسيتي، ومفهوم صار ضمنا أو اللي كان صعب قبل 10 سنين إن شركة تيجي تفهمه إنه هو مشروع وين وين، اللي أنا كمان بربح منه، مش بس العبيد، مش بس العامل اللي هو جاي من أقلية معين إنه هو بس بيربح، اللي هو لما كمان الشركة نفسها في عندها إمكانية لتلاقي بزنس كيسز اللي هني كمان هي تربح منهم ويكون عندها وين وين. مؤخرا صرنا نحكي أكثر مصطلح مش دايفرسيتي، يعني دايفرسيتي هي إنك تضبط الاستاتيستيكا، استاتيستيكا إذا ضبطها ما بيكفي، بحاجة اليوم نحكي على مصطلح آخر اللي هو مصطلح inclusion اللي هي هخلاء اللي هي الاحتواء. فإن كفيش إن أنا أضبط الأرقام اللي تكون مناسبة حسب للأقليات، ولكن بحاجة لإني أنا ألاقي environment يعني بيئة معينة اللي هي تكون مناسبة للعمال اللي هنا موجودين فيها. فالتوجه اليوم هو إنه هات نستخدم في عندنا إحنا عمال اللي هنا موجودين في الشركة اللي هن كمان جايين من minorities مختلفة، حتى نعمل inclusion by employee empowerment أو empowerment، يعني أنا أقوي العبيد حتى أنه يعمل لي أنا نوع من inclusion في الأخير. فطلعت فكرة الكوميونيتيز، فأنه يعني كانت فكرة غريبة طبعاً، يعني تخيلش أنه أنا مصلي 20 سنة، يعني كان الموضوع اللي هو جديد في الشركات اللي تيجي وتقول هات نعمل إيش شوية أحدوث معينة، إيش شو يعني مع بعض هيت نجمع مع بعض ونسينا نفكر كيف إحنا نقوي بعض. هذا كان تفكير غريب قبل 15 سنة، اليوم موجود بالعكس. يمكن كان تفكير لمؤسسات أخرى مش بالهايتك اللي بنعمل عن اللجان صحيح كان موجود، وحتى إله يعني خلينا بديش أذكر أسماء بس كان إله أحيانا سمعة سيئة. مظبوط. بالنسبة لشركة اللي هي شركة اللي هي جاي عسكيت، أنا مش شركة اللي حكومية، أنا جاي شركة عسكيت، في الآخر أنا بدي أربح، بدي بيزنس معين اللي ينجح لعندي وما يكون أشياء اللي تعطل عليه مثل اجتماعات عمال هنا أو هناك. فبالأخير اليوم في قناعة إنه لا، العبيد ننظرش له، العامل لا ننظر للعامل، هو صح إنه هو من جهة له رول معين، له دور معين، إنه هو عامل منتج. وهذا هو التفكير السائد والمفهوم مفهوم ضمنه. اليوم بلشنا نفكر إنه لا، العامل هذا هو نفسه هو عبارة عن جزء من مواطن، هو مواطن في مجتمع. فإذا هات نعمل إنه العامل نفسه يعطي، هذا نسميها سباك شروط دايفرسيتي. يعني تخيل هاي الكونسبت، يعني هو كونسبت اللي هو جديد، انه انا باخذ خدمات تبع الدايفرسيتي من العامل اللي بيشتغل عندي، ما هو موجود. فالناتج في الاخر انه انا بنقدر، يعني في الشركات اليوم في تشجيع، بالعكس يعني في تشجيع لفكره الكوميونيتيز. والمهم في هذه اهم نقطه في هون عندنا اللي هي التزام مشترك ما بين الشركه وبين العمال، مجموعه العمال. ففي التزام مشترك لفكره الدايفرسيتي، في التزام مشترك لفكرة الانكلوجن الاحتواء، واتفاق حتى مكتوب، يعني آلية العمل صارت واضحة، شو مسموح شو ممنوع، يعني بنقدر نحكي فيها بطريقة اللي هي منفتحة جدا. التعامل مع الـ HR يعني إشي بشكل مباشر، إحنا بنتعامل مع الـ HR مقابلنا، هن بيساعدونا وإحنا بنساعدهم، لأنه في الآخر في مفهوم هنا اللي هو مشترك اللي هو متبادل. زي ما حكيت العامل فجأة تحول لأنه يكون سباك توخن، بالمصطلح سباك توخن بشروطه جيبون، هو نفسه بيعطي خدمات وبيعطي فحوى اللي هو كمان مثري لكل فكرة الدايفرسيتي وفكرة الانكلوجن. طبعا النتيجة المباشرة ممكن يكون من وراها هي رفع مستوى المعرفة، والمدعوت بالعبراني رفع مستوى المعرفة في داخل الشركة،
مثلا احنا في داخل الشركه نفسها فجاه انت بتقدر تطلع يعني في عاده في كل شركه لها مره في الاسبوع مثلا جريده او اخبار الشركه، فممكن انت تطلع هناك في الـ في الـ في العناوين، وهذا شيء اللي طبعا بيرفع مستوى المعرفه عند العمال الاخرين اللي هن مش من المجتمع تبعك. فكره محاضرات، انت بتقدر اليوم تقيم محاضرات في داخل الشركه حتى اثراء عن المولتي كالتشر وما الى ذلك. كورسات اللي هي خاصه ممكن تعملها للكوميونتي تبعتك، ابناء الكوميونتي تبعتك، او ممكن تعملها كنوع من اثراء برضو للعمال الاخرين والى اخره. يعني صار المجال هون مفتوح. اكيد 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 بعديها يعني سالتيني هل شيء مهم انه انا انضم او لا، انا تخيل شيء اللي هو مهم جدا. اول شغله بتكون اللي هو كمان شيء وين وين، اللي هي بكون انتماء اكبر للعامل نفسه. العامل بنحكي احنا كمان واحد من المصطلحات في الشركات على قضيه الانجيجمنت تبع العامل، انه العامل نفسه يحس انه منتمي ويجتهد ويعطي. فهذا الاجتهاد في العطاء ما بيجي اذا انت ما بتحب شغلك. فواحدة من الشغلات اللي هي حتى انك تحب المكان تبعك هي انك تحس انك مريح وتفكر انت براحه والى اخره. كمان اذا بنحكي بالنسبه للشركه، يعني الشركه بالاخر بتاخذ كريدت في المجتمع حواليها، مجتمع الشركات حواليها بتاخذ كريدت انها داعمه للدايفرسيتي وداعمه للانكلوجن، وهذا الشيء اللي هو مباشره بياثر على، وهون سالتيني ليش مهم، برضه بياثر مباشره على قدره الشركه انها تستقطب ناس اللي هم، اذا بنحكي على المجتمع العربي، فمثلا مايكروسوفت اليوم واحده من المحلات اللي هي جدا مرغوبه. فواحد من الشغلات اللي هي موجوده هون اللي هي يمكن يعني بشكل لو مدع بغلا وعي اللي مكان مريح للعمل. بس كمان جملي على المشاريع اللي انعملت في مايكروسوفت، في طبعا باداره تامر سلمان، الاستاذ تامر سلمان والدكتور تامر سلمان، واخت جمانة طبعا انت لك باع جدا طويل في هذا المشروع ولك حضور هناك. هناك اجتمعنا يعني كوميونيتي او اعضاء للكوميونيتي وفكرنا ايش ممكن مشاريع انها تنعمل، كان طبعا بمرافقه كو امباكت حتى، وحددنا عده مجالات اللي هي ممكن نشتغل عليها، يعني ممكن انه نشاركها حتى الناس تكون افكار كمان للشركات اخرى. الاول اللي هو مرافقه كل المرشحين اللي هن بيبعثوا السي في الكروت حيم لمايكروسوفت. الثاني اللي هي مرافقه العمال الجدد، انك تعملهم نوع من منتورينج. الثالث اللي هو مجال دعم النساء وتشجيع النساء في العمل. الرابع اللي هي تطوير الكاريرة، ويعني ممكن نعمل كورسات أو نوع من soft skills learnings وكل شغلات اللي هي مهمة كمان لتطوير الكاريرة تبعتك الشخصية كعامل عربي. الخامس اللي هو التطوع، ومجال التطوع في المجتمع، لأنه في الأخير إحنا بالآخر بننضم أو نتعاطى في المجتمع ككل. والأخير اللي هو المشاركة في الإيكو سيستم، وجمانة أنت المسؤول عن هذا الستريم هناك، ووضع مايكروسوفت في مكان اللي هي تكون بوزيشنينج يعني لمايكروسوفت في داخل الإيكو سيستم اللي إحنا موجودين فيه. شكراً سامر. بدي أنتقل لحازم. حازم، كو إمباكت منعرف أنها هي منظمة غير ربحية بتهدف لزيادة عدد الموظفين من المجتمع العربي في قطاع الأعمال وفي وظائف مناسبة ومتساوية. اليوم بدنا نحكي زي ما أنت كمان ذكرت في البداية عن منتدى الشباب YCC، اللي هو منتدى بضم شباب وصبايا قياديين وقياديات حوالي 300 شخص، كل واحد مؤثر في مجاله، هو عبارة عن شبكة اجتماعية قائمة على القيم المشتركة، واللي بيشوفوا كلياتا في تعزيز المجتمع العربي هدف شخصيا. طبعا من أهم العوامل عشان الواحد يقدر يبني كوميونيتي هو إنه يشارك أشخاص اللي عندهم نفس الهدف. السؤال الأول، عرفنا باختصار عن المنتدى، شو الهدف من إقامته وكيف بيساعد هذا المنتدى على تنمية قدرات أعضائه؟ شكراً جمانة. المنتدى هو منتدى بضم أكثر من 300 شاب وصبي رائدين مأثرين بمجالات عديدة، اللي مهتمين بالتغيير والتأثير، واللي بيشوفوا إنه تعزيز المجتمع العربي هو هدف شخصي كما ذكرتي لكل حدا فينا. ناس موجودين بالميد كارير ليفل أو في مناصب أعلى من ميد كارير ليفل، وهدفنا هو ربط الشباب من مختلف المنتديات تحت شبكة اجتماعية واحدة، اللي من خلالها بيكون مدخل وتحديات المهنية والاجتماعية
من خلال التشبيك بين أعضاء المنتدى بلقاءات تتمحور يعني حول محتوى احترافي اللي بيمكن الشباب وبيعطي فرصة للتواصل والتشبيك مع بعضهم البعض، لأنه حتى لو وصلنا لمرحلة متقدمة جمانة بالمهنة تاعتنا بنحتاج دائما نضل على تواصل مع أشخاص تانيين، نعمل نتوركينج معهم، ندعم بعض عشان نوصل لمراكز أعلى ويكون عنا لوين نتقدم. وأنا يعني كتير بشجع كمان ربط الأعضاء المنتدى ببرنامج المنتورينج والتوجيه تاع كو إمباكت اللي هو من أقوى البرامج، عشان نوفر لهم لكل شاب وصبية معنيين يتطوروا بمنصبهم ويوصلوا لمناصب أعلى لسي ليفل أو يطوروا الشغل تاعهم أو المشاريع الريادية، لأنه في عنا إحنا كمان في المنتدى ناس رياديين ومستقلين مش بس موظفين بالقطاع الخاص. والمنتدى عم بكبر وعم بتطور من سنة لسنة وعم بزيد. المنتورينج سوري المنتورينج بروجرام اللي عندكم هن ناس من قلب المنتدى بعطوا منتورينج لناس برضو يعني أحكي لك لأنه أنا بآمن إنه هاي البرامج هي عبارة عن رافعة مهنية، صحيح، وكتير مهم إنه يكون في وعي، وكتير مهم إنه يكون في الشباب والصبايا بالذات اللي في بأول حياتهم المهنية يعرف عن هاي البرامج، لأنه هاي البرامج كتير بتساعد. فإذا هيك بتحكي لنا أكثر عن أحكي لك البرنامج هو بلش من داخل الشركات اللي نشتغل معها، يعني إحنا بكل شركة ندخل عليها زي مايكروسوفت أو أمدوكس وإلى آخره في 8 قطاعات مختلفة، بنطلب من المدراء إن كان بالإتش آر أو بالسورسينج أو بالمدراء التنفيذيين أو مدراء أطقم اللي هم يكونوا هم الموجهين للشباب والصبايا الموجودين في الميد كارير تاعهم. هلا إحنا طورنا البرنامج، يعني اليوم في عنا أكثر من 300 شخص بهذا البرنامج اللي هم ميد كارير وفوق. هلا بنعطي هذا الإشي لموظفين الشركات اللي إحنا موجودين معهم من خلال علاقات أو شبك مع ناس من برا الشركات تاعونهم أو من داخل الشركة نفسها، اللي بعطي اليوم شباب وصبايا عرب اللي طورناه البرنامج هذا أنه يعطوا لشباب وصبايا اللي هم أول طريقهم بالكارير تاعتهم، يعني من قالب الواي سي سي من جوا الواي سي سي لطلاب أو خريجين جدد، نحكي مش طلاب اللي هم ياخذوا كمان منتورين من قالب الواي سي سي. وعندي صراحة مداخلة صغيرة لإيش حكى سامر من قبل، فإذا بتحب أحكيها أو يعني بعزز إيش سامر حكى. هي آلية معينة إحنا نستخدمها داخل شركاتنا اللي نشتغل معاهم، إنه نبني منتدى للزملاء بنسميه، ومن خلال هذا المنتدى الزملاء يكبر ويصير أكثر يعني مجتمع داخل الشركة، لأنه بنآمن إنه الشركة لحالها ما بتقدر توصل لموضوع الديفرسيتي والإنكلوجن وتقدم البزنس كيس تاعها وتزيد عدد العرب داخل الشركة إلا من خلال مساعدة منتدى الزملاء. لأنه منتدى الزملاء مثلاً على سبيل المثال مايكروسوفت أجا أخذ خطة الشركة اللي حطت مع كو إمباكت وبنوا عليها وزادوا عليها، وكتير شغلات انبنت داخل الشركة من منتدى الزملاء، يعني من منتدى الزملاء ومن الأشخاص نفسهم بالضبط، من يعني الأشخاص يعني نفسهم، يعني كان الإبداع نحكي في المنتدى الزملاء إنه كيف يساعد الشركة داخل الشركة إنها تتقدم كان كتير مؤثر، ومنشجع هذا الإشي بكل الشركات تكون الخاصة. شكرا حازم. ريم من الصبايا المميزات، أنا بحبها كتير كتير لريم، والمبادرات دائما لتطوير المجتمع على عدة أصعدة، يعني بتلاقيها لما يكون في مشروع في البلد عندها بكفر كنا بتكون الأولى، لما يكون في مشاريع إلى خص في النساء بتكون كمان الأولى ودائما فعالي وداعمي لتطوير المجتمع العربي. اليوم حابة أحكي معك عن مبادرة AIC Arab Intel Community، بدنا تحكينا كيف بلشت هاي المبادرة، شو أهداف المبادرة على الصعيد المهني الشخصي، وهل إلا
تأثير. إحنا حكينا مع سامر وحكينا مع حازم، بس بدي أفهم منك كمان هاي المجتمعات اللي هي داخل الشركات شو تأثيرها على المجتمع بشكل عام العربي، الصعيد الاجتماعي للمجتمع العربي. تفضلي. شكراً جمانة، خجلتيني وشكراً على السؤال كمان. طبعاً رح يكون في كتير تقاطع بين اللي أنا حكيته واللي سامر حكى، لأن تقريباً نفس التجربة. رح أحكي شوي عن كيف بلش AIC اللي هو منتدى العمال العرب في إنتر، وبعدين حابة أعطي أمثلة واقعية عشان يكون الإشي واضح أكثر للجمهور العام. بلش AIC هو هي مبادرة من مهندسين، مهندسة ومهندس بإنتل، اللي هني مع بسمة خلف وفادي عبود عندهم سنين خبرة كبيرة بإنتل، وبما أنه إنتل تاريخياً هي المشغل الأول العرب في الهايتك، فعدد وهي شركة جداً كبيرة في العالم وكمان هون، فعدد العمال العرب كمان كبير نسبياً. فهني شافوا إنه تأطير العمال العرب في إنتل بمجموعة أو منتدى أو إطار اللي يكون مدعوم من الشركة له فائدة على كمان على الشركة نفسها على إنتل، كمان على المهندس نفسه على الصعيد المهني، وكمان على المجتمع العربي كمجتمع. واحدة من الأهداف اللي على هي على الصعيد المهني أو أكثر من هدف، الهدف هني إنه نوع من المنتورين كيف حكيته. يعني إحنا إذا بحكي لكم على الأرض الواقع، لما كنت تيجي أنت كمهندس جديد على إنتل وفي مان أسئلي كيف أنا بدي أتقدم، هل أنا لازم أضلني بهالقسم، هل أروح على محلكات ثانية، هل أغير إشي من مسيرتي المهنية، هل أخذ هالعرض اللي أسا جاييني مثلا من مدير السابق، أو كل هاي الأشياء. فكنا مثلا بالكافيتيريا بإنتل بالغرفة الطعام بس، أو حتى بالمصعد إذا نسمع حدا يحكي عربي نسأل مينها كم من سنة خبرة معه عشان نقدر نستشيره. فهني حسوا إنه المهندسين الجداد والمهندسين اللي بإنتل صلهن عندهم خبرة سنين كبيرة بيقدروا يندمجوا تحت إطار واحد ويكون في نوع من المنتورينج اللي يقدروا يساعدوهن ويجاوبوهن على أسئلتهن. هاي واحدة من الأهداف. كمان التشبيك، يعني إنتل هي شركة كتير كبيرة، يعني هي عبارة عن 8 عمارات بس بحيفة، فيها أقسام ولا قسم خاصة بالثاني، وإنت بتقدر تغير شغل كلياً بقلب إنتل. فعملياً لما إنت بتعمل شبكة بين كل عمال العرب بإنتل اللي بيشتغلوا بأقسام مختلفة بإنتل، بيقدروا يكون في فرص إلهن، فرص جديدة. وكمان واحدة من الأشياء الأهم، الأشياء اللي حكاها كمان سامر، هي الاحتواء. يعني عملياً أنا كمهندسة بإنتل إذا أنا بحس إنه الشركة بتعترف بهويتي، بتعترف بثقافتي، بتصير الشغل إلي مريح والانتماء يعزز. واحد من الأمثلة دايماً في إنتل بيعملوا مخيمات صيفية للأولاد عشان الأهالي يقدروا يشتغلوا بالصيف. شو كان في مشكلة على مر السنين؟ إنه عندك حوالي 500 مهندس عربي عندهم أولادهم حوالي 600-700 ولد اللي بفهموش عبراني، أغلبهم جيل صغير، مفيش مرشدين عرب بالمخيمات الصيفية. فهاي من لما أجت AIC تغيرت وصار دائما إن كان في عروض مسرحية للأولاد وإن كان حلو. يعني أنتوا صرتوا تأثروا على قرارات استراتيجية في الشركة. طبعا صار يأخذ بعين الاعتبار كل منشور بيطلع للجمهور بإنتل. كان زمان يطلع بس بالعبراني، صار يطلع بالعبراني وبالعربي كمان. واحدة كمان من الأشياء كانت إنه كل ما يجي رمضان انت بدك تشرح لكل الزملاء تبعونك والشركة ومديرك شو رمضان. صار في عنوان، صار في عنوان للأعياد وللمناسبات الخاصة فينك وسط عربي. أنا بدي أشكرك كثير ريم، شكرا كثير. بدي أشكركم كلياتكم كمان تالا وحازم وسامر. يعني إحنا حديثنا كان نقدر يطول أكثر ونتحدث أكثر، ولكن لقصر الوقت ولأنه ملتزمين في برامج تانية، فشكرا لكم. مهم جدا بناء كوميونيتيز داخل الشركات وخارج الشركات، وأهم إشي عملية التشبيك والنتورك داخل الشركة كلنا تحدثنا عنها، وخارج الشركة عشان نبني كمان مجتمع داعم. شكرا للجميع. شكرا لك جميعنا وشكرا للكل. يعطيكم العافية ويعطيكم العافية القائمين على البرنامج.